السؤال اليوم: ماذا في الفضاء السياسي بعد أن قال العالم ما قاله للرئيس الأمريكي عقب إعلانه المشؤوم؟ في السياق قد نفهم أو يعني لا تولي بعض العواصم العربية اهتماما محوريا بقضية القدس على نحو خاص، وأن تصرف جل طاقاتها ومواردها في مواجهة ما تعتقده عدوا أكثر خطورة. قد نفهم أيضا أن تحجم بعض الدول العربية عن حمل أعباء هذا الملف الثقيل، رغبة منها في عدم إزعاج حليفها الدولي الأكثر سطوة ونفوذا على المستوى الكوني، أقصد الولايات المتحدة الأمريكية. تلك أمور نفهمها وإن كنا لا نقبل بها، لا يعني ولا فلسطيني يقبل بأن نسلم بما سلم به البعض، لكن نستطيع أن نتفهم ذلك. لكن أن تكرس بعض هذه الدول سيما الصغيرة منها جل اهتمامها في مواجهة الحملة التي يقوم بها الفلسطينيون مسنودين بموقف أردني بموقف مصري بعرب آخرين ذودا عن عروبة مدينة القدس وضعها التاريخي والقانوني، فذلك أمر لا نفهمه بالمطلق، بل ومن حقنا أن نحيط بالكثير من علامات الاستفهام والتشكيك. ولا أريد أن أنا أسمي بعض الأشياء يعني بعض الأمور لا أريد أن أسميها بمسمياتها يعني، لكن بذلك نحن نميط اللثام ونجلي الكثير مما اعتمل المشهد الإعلامي والصحفي والسياسي في الأيام بل وفي الأسابيع الأخيرة. أهلا بك أخ أبو جهاد. تحياتي لكم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا. وأنا بتابع الأخبار وكلنا يعني حالي حال كل المواطنين الفلسطينيين والعرب اللي لا زالت القدس يعني تشغل حيز من وعيهم الجمعي، وإحنا بنتابع مجموعة الأخبار التي تر اتباعا من العواصم الغربية، من الولايات المتحدة، من عواصم العرب، من كل مكان حتى في إسرائيل. بنوصل لنتيجة مفادة أنه ولو على شو إحنا هاي الفلسطينيين حاطين هالمرة راسنا برأس أمريكا، يعني كل العالم بالعادة تذعن للمنطق الأمريكي وتسلم بهذا المنطق، وإن كان هذا المنطق زور وبهتان ووزيف ولا يحمل أي مسوى قانوني ولا أخلاقي ولا سياسي. إحنا لهالدرجة حاطين رأسنا برأس الأمريكان؟ نعم، ربما هذا تساؤل محق، محق بالمعنى التالي أنه الناس تسأل أنه إيش أنتوا دائين، يعني مش دائين في خصم عادي، مش بدولة عادية، أنتوا دائين في أقرب في أكبر قوة في على هذه الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث قواها العسكرية وتأثيرها السياسي وقدرتها وما إلى ذلك. هذا الموضوع نعم هذا سؤال ربما محق ومشروع، لكن أنا بدي أقول شيء إنه نعم هذا صحيح، لكن نعم وقفنا في مواجهة الولايات المتحدة لأنها القدس، لأن القضية قضية القدس. وأنا بدي أقول لك شيء، ربما إحنا هذه ليست أول مرة، خلال سنوات كثيرة سابقة أو مناسبات كثيرة سابقة العالم اعتاد على الأمريكان أن يصدروا تعليمات لابد أن تتبع، لابد أن تنفذ، إلا الفلسطينيين. نحن خلال السنوات هذه الأخيرة ربما كان عشرات المواقف، وهكذا اعتاد علينا الأمريكان، عشرات المواقف أو الطلبات من الأمريكان ونقول لا. الرئيس أبو مازن كان يقول لا بشكل واضح تماما، اعتادوا على ذلك إلى الدرجة أنهم أصبحوا خلال الفترة الأخيرة حينما يريدون منا شيئا أن لا يواجهونا به، أن يأتونا عبر قنوات أخرى، لأنهم جربوا أن هذه القيادة الفلسطينية قيادة ليست مطواعة تتحلى بكم كبير من الصلابة. نعم الآن شو القصة، يعني شو القصة؟ علينا أن نستعيد قصتنا مع الأمريكان بشكل كبير. وأنا بدي أقول لك شيء أخي خالد واللي لازم الناس تعرفه بشكل كتير كويس، أن لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم، أنها ربما فرصة بالنسبة لنا نعم أن نختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية. يا عم إذا في حدا لديه وهم أو اعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن من الممكن أن يأتي منها أي شيء خير،
للشعب الفلسطيني أو للأمة العربية يجي يواجهنا. مسألة أصبحت تماما لن يأتي من الولايات المتحدة إلا شرور لهذه الأمة العربية وللشعب الفلسطيني. ما لا نرفع شعارات أبدا، نحكي بلغة العقل. علينا أن نرى أي حدا يستعرض العلاقة مع الولايات المتحدة، مش بس مع ترامب، كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة. الرئيس الأمريكي يأتي خلال فترة الإعداد للانتخابات يعطيك بعض الوعود أنك تمثل أمة، هذه الأمة عندها شوية إمكانات مادية وبترول وقصص مال القبيل، هاي عندها شوية جاليات في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يعني يساهموا في تصويتهم إلى آخره، فيعطيك بعض الوعود. ينتخب، بعدها بأسابيع بسيطة يتعرض إلى بعض الضغوط من اللوب الصهيوني، فكل وعوده تتبخر تماما. من ثم يأتون ليقولوا لك أن عليك أن تنتظر إلى مرحلة الانتخابات النصفية. أنا يعني هذه مع كل الإدارات المتعاقبة، عشنا في هذه الدوامة نفسها مسرحية تتكرر ودون توقف على الإطلاق. إذا في حدا عنده شيء يقول لي أنه الأمريكان طلع منهم شيء ما خير عبر كل السنوات إلنا ولا للأمة، إذا في حدا عنده شيء يقول. هينا في 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 الوضع الفلسطيني هنا بيقولوا لي عبر كل السنوات الماضية شو طلع من أمر الأمريكان، ولا شيء على الإطلاق. خلال الفترة الأخيرة مع هاي الإدارة ترامب أجا من أولها وهو في الانتخابات بلش يعطي يصدر مواقف معادية للشعب الفلسطيني، وكلكم بتذكروها تبان فترة الانتخابات بهذا الموضوع صح. وبعد ذلك أجا حط ممثلينه لقضية الشرق الأوسط، مجموعة من الناس اللي المتعاطفة مع الاستيطان التي أولادها ونساؤها وعائلاتها تسكن في المستوطنات الإسرائيلية في هذا الموضوع، وموقفها واضح تماما ضد الشعب الفلسطيني. أجوا الأمريكان علينا بدل المرة 10 مرات، وفي كل مرة اللي هم ممثلي ترامب في كل مرة يأتون ليطرحوا قضايا ثانوية للغاية، لم يطرحوا ولا مرة قضية رئيسية، لم يطرحوا ماذا بشأن حل الدولتين، لم يطرحوا ماذا بشأن الحدود، لم يطرحوا ماذا بشأن القدس، لم يطرحوا ماذا بشأن حق عودة اللاجئين أبدا على الإطلاق. يأتون ليطرحوا قضايا ثانوية للغاية، إنه والله عندكم صفحة إلكترونية تساعد على التحريض، أو الرئيس أبو مازن ويجتزئ جزءا من يوتيوب ليتحدثوا عن أن أبو مازن يحرض، أو أنكم أسميتم شارعا باسم شهيد أو دوارا أو إلى آخره بهذا الموضوع. لم يأتوا على أي أبدا على ذكر أي شيء، لم عكس الإدارات حتى الأمريكية السابقة لم يصرحوا بصريح العبارة أنهم مع حل الدولتين أو غيره في بهذا الموضوع. طيب وبالأخير وبالنهاية يأتي السيد ترامب ليقول بأن القدس عاصمة لإسرائيل بهالمسألة، ويفترض نفسه أنه يرعى عملية سلام وأن له دور في عملية السلام وإلى آخر بهذا الموضوع. ممكن تقولوا لي لهدول الناس اللي بيقولوا أنتوا كبرتوا حجركم وأنتوا قدتونا باتجاه صراع مع هذه الدولة الكبرى، ماذا من الممكن أن نصنع في مثل هذه المسألة؟ مع 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 أنا قلت لكم هذه السلسلة تماما في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها علاقة، ما طلع منها شيء إلا أنها تسحب البساط من تحت أرجل الفلسطينيين شيئا فشيئا تماما، وما في حدا عنده أمل إنه فجأة أعلن هذا الإعلان. أنا بقول رب ضارة نافعة، أنا بقول بأنه خطأ هذه الخطوة، هذه شكلت فرصة بالنسبة لنا
أن نقوم بحالة الانفكاك من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بتستسهل الكلام كثير يعني، وأنت بتحكي وتتساءل إنه لماذا لا نختلف مع الولايات المتحدة، وكان هالمسألة بسيطة، مع إنه زعماء وازنين لدول لها سياسي وعندها موارد وتحظى بثقل سياسي واقتصادي لا يجرؤوا على مثل هذا البوح. هذا أيضا يدعيني لتساءل إنه حتى الرئيس أبو مازن تجاوز حد إنه يقول للولايات المتحدة لا، هو اليوم يقول لها أو قال لها بصريح العبارة لم تعودي أهلا لرعاية عملية السلام، هذا القرار لا يعنيني. يعني هو يرفض بالمطلق كل السياسات، سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة. احنا اليوم خلافنا مع الولايات المتحدة ليس خلاف كما تفضلت أخ مجاهد انه على انه احنا دفعنا مستحقات عائلات شهداء، ولا فتحنا شارع باسم شهيد، ولا سمينا مش عارف، ولا حكينا، ولا حرضنا بوفق التعبير الاسرائيلي الامريكي. احنا اليوم ذاهبين على كسر عظم مع الولايات المتحدة الامريكية. ولهذا السبب انا سألتك على شو مركنين احنا، ان عندما تناطئ الولايات المتحدة العالم كله ينظر اليك. يعني يعني أنا قلت إنه الدول والزعماء دول وازني لم تجرؤ حتى على مش انتقاد، أقل من انتقاد، وشي خجول هيك على السياسات المتحدة الأمريكية. إحنا الفلسطينيين اليوم بنقول بملء الفيل الولايات المتحدة. ليس ذنبنا أن البعض لا زال يعيش وهما أنه هاي الولايات المتحدة الأمريكية بده يطلع من أمرها شيء، أو أنها تحمي أحد. أقول لك شيء، إحنا كفلسطينيين واضح تماما اللي بده يقولنا طب ليش بهالموضوع، بده أقول لهم إشي آخر مختلف. ممكن حدا يقول لي ماذا ينتظر من الأمريكان بالشأن الفلسطيني؟ إذا في أي أمل لدى أحد أنه ينتظر أي شيء إيجابي من الأمريكان يقول، لكن أعتقد أن هذا حكما عاما شاملا للجميع بهالموضوع، لا أمل في العلاقة معهم. هلأ إنه البعض الآخر بعيش حالة الوهم هذا حاضر، وهذا هو سبب خراب بيتنا. حتى بدي أقول لك شيء ما بدي أدخل فيه طويلا، لكن بمعنى أن قوة كبرى أو قوة أخرى تتمسك بها، يعني هذول الأمريكان هيك بيشتغلوا. أوهموا البعض من أمتنا إنه أنا رؤوسهم، خلقوا دايما بخلقوا لهالحكام العرب بخلقوا لهم إيش إحنا بنسميها هاي اللعبة الأراجوز، ولا اللي هي بخلقوا لهم إشي اسمه بعبع وهمي مخيف إنه أنتوا رؤوسكم مطلوبة، وأنها مطلوبة من القوى الفلانية، مطلوبة مثلا من إيران، أو مطلوبة من التطرف والإرهاب الذي أساسا صنعه الأمريكان، وأن الذي يحميكم هي الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا كانوا يقولون الآن، الذي يحميكم هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هكذا هو ما تتحدث بهم. البعض يصدق ذلك ويتعلق بها، ونحن قلنا لهم عشرات المرات الذي يريد الحماية بندله على الطريق، ما حدا بيحميكم إلا شعبكم، خذوا موقف من القضايا الجوهرية مثل قضية القدس، شعبكم سيكون راضي عنكم وشعبكم هو الذي يحميكم في هذا الموضوع. مش ذنبنا إنه البعض لا زال يعيش في هذه الحالة من الوهم بهذا الموضوع، وإحنا بتقولوا لنا قلتونا لهيك. طيب أوكي، إحنا إيش بنخسر؟ في حدا يقول لي إيش بنخسر؟ إحنا لما نقول للأمريكان لا، في حدا بيقول لي إيش بنخسر؟ أوكي، يمكن نخسر شيء ما مادي جيد، إنه والله بعطونا شوية مساعدات، لكن بنكسب كرامتنا، بنكسب الحفاظ على ثوابتنا. ما دام فتحت موضوع الامريكان نحكي على بلاطه. طب قبل ما تحكي على بلاطه، انتوا يعني البعض بيقول لك انه هؤلاء يعني الفلسطينيون يقامرون عندما يختلفوا يعني مع الامريكان لهذه الدرجه ويرفضوا كل ما هو امريكي من قرارات والى اخره. انتوا بتقامروا بمساعدات، بتقامروا بدعم هنا ودعم هناك،
ربما تقابل بما هو أكثر من ذلك، ربما ستذهب الولايات المتحدة مع إسرائيل إلى فرض حقائق على الأرض وانتهى الموضوع. كنا مرنين كثيرا خلال فترات ماضية، جيد، من أجل هذه القضايا التي تحدثت عنها أنت، لكن لم يعد هنالك مجالا للمرونة حينما تصبح القضية متعلقة في القدس أبدا، لا مجال، ما فيش مجال. القدس عمي ما قلنا لهم إياها 200 مرة، القدس عارفين شيء هاي، القدس لا يمكن لأحد أن يتمكن من التخلي عنها، يعني هاي القدس المسيحية والمسلمين والفلسطينية والعرب وكل البشر بهذا الموضوع، هاي قدس محمد وعيسى، هاي قدس صلاح الدين وعمر، هاي قدس ياسع عرفات، لا يمكن، لا نستطيع أن نتمتع بمرونة ما دامت القضية جوهرية. نعم تمت هذه القيادة الفلسطينية، بقول لكم صراحة ووضوح، والبعض كاد ينتقد، تتمتع بمرونة عالية واعتدال شديد للغاية في قضايا ليست رئيسية. في القضايا الرئيسية لا يمكن، في القضايا الرئيسية هناك صلابة كبيرة جدا في هذا الموضوع. أنا بدي أستكمل إذا سمحت لي قصتنا مع الأمريكان. الأمريكان وهي إدارة ترامب عشان نكون كتير واضحين، واضح تماما من أولها، قالوا أنه يعد لصفقة العصر. صحيح. هلا شي صفقة العصر؟ والآن هذه صفقة العصر في منك بيقول في العالم، في الدنيا بيقول لك، في الكثير من الأصوات في الدول العربية إنه الرئيس أبو مازن أبطل هذه الصفقة بموقف. أولا لم نسمع بشيء له علاقة بأي شيء له علاقة بصفقة العصر، بما أنه ما تقدم لكم شيء رسمي على الإطلاق. لكن صفقة العصر من البداية إحنا قرينا بصراحة المكتوب من عنوانه من البداية أنها سيئة للغاية، لأن الإدارة الأمريكية بدأت منذ البداية تستخدم العصا، وليس يمكن جنبها شوية جزرة، لكن تستخدم العصا منذ البداية من أجل الإعداد حتى تزت على الطاولة ما أسمته بصفقة العصر السيئة. كيف جسمه الحديث عن مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإغلاقه وقصص ما القبيل، شيء ما من لي اليد الفلسطينية، ويمكن إذا كان في وقت نحكي عنه، لأنه يجب أن نتعلم درسا هاما للغاية، لا تساوم، احنا وآخرين مش بس أنا، نعم لا تساوم بالمعنى التالي، صدقني لما بتكون صلب في موقفك الآخرين يتراجعوا، وهيك عملنا في مكتب منظمة التحرير الفلسطيني. مش بس هيك، أنا بهمني من خلال ذلك أوجه رسالة لآخرين، إحنا قلنا التالي، بوصلتنا باتجاه القدس، رجاء ما حدش يتشغل فينا، خلينا أوكي حاطين راسنا براس الاحتلال وراس الأمريكان، لا حول ولا هذا قدرنا، بس ما حدا يساعدهم علينا. مقدمة لصفقة العصر بلشوا الأمريكان يشتغلوا من خلال البعض في هذه الأمة. صحيح. مثلا من فترة بيطلع لك واحد كاتب، مع أنه روائي جميل عنده روايات ما شاء الله عنها كثير كويسة وممتازة، بيطلع لك ليتحدث عن نظرية جديدة تقول بأن هذه القدس ليست مهمة، وأن لا مش صحيح انه هاي ارض الاسراء والمعراج، وهذا الاقصى مش هون مش بهالبلاد. اي شو القصة؟ طب اوكي، قلنا واحد مضروب، بيطلع لك واحد تاني في بلد اخرى ليتحدث عن انه ابسط شو يعني مسائل شبيهة بذلك بهذا الموضوع، انه او انه يبلشوا هجوم على الشعب الفلسطيني، وانه هذا الشعب الفلسطيني اساسا خائن. بلشوا الأمريكان يحضروا سهامهم سلفا. شو بدنا نعمل؟ أقول لك بيطلع شخصيات رسمية عربية، واحد وزير خارجية، هذا صفيق، ليتحدث عن أن شو هاي القدس، بعد ما يعلن ترامب إعلانه شو هاي القدس، هاي القدس قضية ثانوية بدي أفهم،
شو دينه شملته هذا شاذ سياسيا شملته هذا وطنيا. الذي يقول صحيح. أن القدس قضية ثانوية هو له مسلم وله مسيحي وله مش عارف شملته ولا أعتقد على الإطلاق لازم يتدور على أصله لا أعتقد على الإطلاق بأنه ينتمي إلى أصل عربي هذا لا يملك لا إلا ولا ذمة على الإطلاق هذا ولاءه للشيطان نعم أصلاً. تخيل هذا ولنوازعه نعم بالتأكيد تخيل هذا الواقع يخرجون لك هؤلاء من أجل يعني الإعداد مثلا أنه طيب أوكي أنت بتعمل مشكلة وطوشة وتطلب من الأمة كلها أن تصطف إلى جانبك من أجل القدس بخرج لك واحد رسمي يقول لك هاي القدس موضوع ثانوي قل لي يا ابن الأوادم شو هو الموضوع الرئيسي إذا هذا الموضوع موضوع ثانوي أنا اللي بدي أوصل له نعم كما يعني تساءلت أنت إحنا كنا مضطرين من أجل القدس أنه نتصدى لهذا التحدي الكبير ومع الولايات المتحدة الأمريكية إحنا اللي بنطلبه من الناس من شأن الله نرجوكم رجاء حارا إحنا بوصلتنا باتجاه القدس ليس لنا عدو إلا الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الشريكة له بالاحتلال تمام هذا هو عدونا الرئيسي عشان هيك رجاء ما حدا لسنا راغبين بأنه إحنا نفتح أي معركة ثانوية العرب كلهم إحبابنا وعلى رأسنا وعيننا من فوق لا نريد أي معركة مع أحد اللي منهم بيقدر يدعمنا شكرا كتير لإله وأنا بدرك تماما أنه بهاي المعركة مع الولايات المتحدة أنه اللي باخد موقف إيجابي وبدعم معناته بجد أنه فدائي لأنه مش الكل زينا بقدر تصدر الولايات المتحدة بس أنا بدي أكمل رسالتي الشيء الثاني أيضا في الوضع الداخلي الفلسطيني كلنا بدنا نصطف في مواجهة بدنا تكون بوصلتنا باتجاه القدس في مواجهة هذا التحدي الكبير مع الاحتلال ومع الولايات المتحدة الأمريكية واحد بيطلع لي أبصر شو من هاي تعين الان جي اوز اللي بترعاهم الولايات المتحدة الأمريكية بيعمل لي الاستطلاع رأي تافه ومزور واحد بيطلع لي بقصة يعني لها علاقة بتساؤلات بهاي وأنت في المعركة إنه طيب شو وصلنا لهون ألا يستحق الشعب الفلسطيني يعني قيادة أفضل من الراهنة كل هؤلاء ما في منهم هذول قيادات يا سيدي طارين حالهم قيادات كل هؤلاء يا عزيزي بنفذوا الأجندة الأمريكية عشان هيك رجاء اتضبضبوا والله العظيم صحيلكوا على المستوى الفلسطيني الشامل كلنا كفلسطينيين نعم سنبذل كل الجهد الممكن من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كلنا كفلسطينيين نريد حالة من الانسجام الداخلي والاصطفاف في مواجهة هذا التحدي طيب انت أثرت مجموعة نقاط غاية في الأهمية اللي بده يمرمغ أنف الولايات المتحدة بالتراب بده يتحمل في الموضوع الأول اللي طرحته احنا بدناش نمرمغ أنفها بالتراب تمام عم بدنا تحل عنا بموقفك هذا انت بشكل عملي يعني هناك من يعتقد بأنك فعلتها بس أنا بدي أسأل هؤلاء هذه الأصوات النشاز اللي بتطل علينا من هذه الدولة أو من تلك للأسف معظمهم من دول عربية شقيقة وإحنا مش بنفترض أكيد هي معنا مواقفها معنا وإلى آخره بس أنا يعني بدي يعني أنا مش معقول إني أروح أنا مثلا الحق حدا ما على السوشيال ميديا شاب أو إلى آخره شتم الشعب الفلسطيني أو اتهم الشعب الفلسطيني بما ليس فيه من الصفات هذا بدي أعتبره عابر بدي أعتبره مارق بدي أعتبره مأجور ومرتزق زي ما تفضلت أخبر جهاد عندما بيطلع لك وزير خارجي ولا عندما يطلع لك واحد مثلا طارح حاله أنه محلل استراتيجي في هذه الدولة أو تلك وهذه أصوات بالمناسبة لها اعتبارها عند المستوى الرسمي في هذه الدولة أو تلك طب يا أخي ليش ما بيكونش في موقف
رسمي من الدولة. يعني هذا وزير الخارجية للشيطان أو ولاءه لنوازعه، ونحن نعني ما نقول. نعم، عندما تتجنى على القدس أنت تنحاز إلى نوازعك، ونوازعك هي من يقودك لبوح ما بحت به. على كل حال، وشخصيات أخرى يا أخ بجاد، لما بتطلع هذه الدولة؟ إحنا ما بنخاطب رسميا إنه هذه الدولة الشقيقة أو تلك. عمي أنتم إذا بتكون مش تكونوا معنا، على خلونا إحنا نقود هذه الحرب منفردين. على الأقل كفوا عنا بلاء هؤلاء. شوف، هو في جانبين، أن نخاطب رسميا نعم لابد أن نصنع ذلك، هذا شيء ما. لكن في جانب تاني، أساسا هم ربما بيعملوا هاي القصة حتى نحن نروح ندق في دولة هذا المارق، ومن ثم الإشي اللي حكيت عنه أنه بدنا نحصر صراعنا وجبهة أعدائنا. واضحة شو هي؟ أن تزداد جبهة أعدائنا في هذا الموضوع. نعم سنحتاج رسميا، لكن إحنا اللي زيه بدنا نسيبه لشعبه. أنا بخاطب من هون الشارع العربي بهذا الموضوع. أنا بعرف تماما بأنه القدس بتعني لكم أكثر مما تعني كل هؤلاء. أكيد أنا بخاطب الشعب العربي. أنا إحنا كفلسطينيين مش فاضيين لا نرد على فلان، على هذه الشخصية الرسمية التي تطاولت على القدس، ولا نرد على واحد تافه بنزلها على السوشيال ميديا. رجاء، هذه مهمتكم. طب أنتم اللي عليكم أن تردوا عليهم، مش إحنا اللي نرد عليهم، وأنتم اللي عليكم أيضا تتصدوا للنفوذ الأمريكي في بلادكم مش إحنا. تمام. وإحنا كمان بنطالب من هذا المنبر أخ بجهاد أيضا النخب الثقافية والنقابات والاتحادات في الوطن العربي، عندما يخرج من هذا الاتحاد أو من ذاك، زي ما تفضلت أنه الشاعر الفلاني إلى آخره، أن تخرج هذه النقابات وتقول قولتها، أن تلفظوا، عليهم أن يلفظوا، وعليهم أن يلفظوا، وعليهم أن يخمدوا هذه أصوات النجاس. طب هذا فيما يتعلق بساحتنا العربية، عمقنا وسندنا وذخرنا الاستراتيجي. وإحنا بنحكي عن القدس، القدس مش لنا لحالنا، إحنا والله ما بيطلعنا فيها. شو بدي يطلعنا إحنا يا أخوي؟ شو بدي يطلعنا بين كل هالملايين اللي بتدعي أحقيتها في القدس؟ القدس ليه؟ إحنا صحيح الموكلين يعني، وإحنا بنحمد الله إنه ربنا حبانا بأن من علينا بأن نكون سدنا وخدم ومن المرابطين وإلى آخره. طيب ماذا عن أولئك الذين يعيشون هنا بين ظهرانينا؟ أنت قبل شوي حكيت عن الانجواز، وأنا ألمحت لك قلت لك إنه في بعض القيادات اللي بيطرحوا عليهم قيادات، طبعا هم مش قي ولا هم قامات، والله إنهم أقزام، لكن بيطرح حاله قيادي ويشغل هذا الموضع وذاك، وهو بيشتغل في الانجي اوز، مسؤول مؤسسي مشان حفله من المال الحرام. وايضا في بعض الاصوات يا اخي كمان بتطلع من عندنا من جوا، الان وقته انك انت تنتقد سياسه، ما انت يا اخي انت بس ان لا تتطاول، انتقد سياسات الرئيس، انتقد سياسات القيادي، انتقد كيف ما بدك في حدود النقد البناء، في حدود تحت السقف الخطاب الوطني، ألا تخرج عن العرف وعن التقليد وعن التربية والسلوك، لكن أن يصل بك الأمر إلى حد التخوين. هم إيش عاملين؟ هم إلى آخره، هم باعوها مين؟ هل من يقف هذا الموقف اليوم؟ والله عيب أن تنعتوا بمثل هذه الصفات اللي هي مش فيه. لكن نحن بنعرف ماذا وراء هؤلاء، ما هي دوافعهم، ومن الذي يدفعهم باتجاه هذا الخطاب التحريضي واللي مش وقته الآن. احنا حكينا بهاي المسألة بشكل واضح تماما. شوف، ربما من يريد أن ينتقد لا مشكلة في ذلك، هامش النقد تحديدا خلال الفترات الماضية، هامش عريض للغاية، خيل زي ما بدك فيه. صحيح. لكن الآن يعني يصبح واضحا تماما أنه ما عندنا مشكلة أنه أي حدا ينتقد، لكن ضمن الحدود المعينة، لأنه حتى لا يخدم الأمريكان، لا يخدم أجندة الاحتلال والأمريكان، لازم هذه المسألة تكون واضحة. لأنه يا إخوان أظن أن الشعب واعي من أجل هذه المسألة، وبكو تنتبهوا على حالكم بشكل كويس، لأنه الشعب لن يرضى، الشعب لن يترككم تعملون مع أعدائه ضد توجهاته في هذا الموضوع. فلازم يكونوا يعني حذرين بهذه المرحلة. طب وإحنا بنطالب العرب أن يكونوا موحدين في موضوع القدس،
مش الاولى كمان احنا نتوحد كمان احنا. شوف ما هو كمان احنا عندنا مشكله احنا كمان. انا يعني اعتقد يجب أن انا اعتقد بان الامور افضل بكثير على المستوى الداخلي من اي فتره اخرى سابقه. اولا يعني بديش كتير افشي اسرار بهذا الموضوع، خلال هاليومين رح يكون في ايضا لقاء قريب، لكن اي انا بدي اقول لك شيء، انه نعم خاطبنا الجميع انه اعطوا اولويه لقضيه القدس، علينا ان نقفز على كل خلافاتنا، او بدكيش تقفز عليها اجلها يا اخي، علينا ان نرجئها، انه ناجلها هلا مش كتير وقتها بهذا الموضوع، لكن الأولوية لموضوع القدس بهذا الموضوع، لموضوع الحرية، موضوع الاستقلال. احنا لازم نحط هدف الآن قبل كل شيء بهذا الموضوع. نعم القدس هي يعني جوهر هذا الهدف، لكن الأساس هو إنهاء الاحتلال، زوال الاحتلال، أن نخرج باتجاه الحرية، باتجاه الاستقلال، هذا هو الأساس. من أجل ذلك نحن نرى هذه الوحدة في الشارع الفلسطيني، نرى هذه الوحدة بالميدان في كل موقع بهذا الموضوع، في الميدان في مواجهة الاحتلال، آلة العسكرية، مستوطنيه، كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع، هذا ما لازم نحافظ عليه. قديش بنقدر نتماسك داخليا، قديش بنقدر نخلق حالة من الانسجام الداخلي، قديش بنقدر نصمد في مواجهة التحدي. كنت تكشف عن شيء قبل قليل عندما ألمحت بأنه في اجتماع، إيش بيطلق بالمصالحة؟ نعم في اجتماع وفي تعليمات واضحة تماما، وعلينا يعني وببذل كل الجهد من أجل الإنجاز بهذا الموضوع. قريبين احنا من إنجاز شيء على هذا الصعيد؟ بأمل. شوف يعني أمل ما ننظر للمسائل أنه بطريقة أو لا أو أوكي، هذه مائة خطوة أمامنا نريد أن نخطو 20 خطوة الأولى، يا عم ما عندناش مشكلة بهالمسألة، والعشرين خطوة الأولى بقربونا من بعض أكثر، بخلقوا حالة من الانسجام والتفاهم الداخلي أكثر، بشجعونا لخطوات أخرى إضافية. طيب رغم أنه العالم في مجلس الأمن صوت لك بواقع 128 دولة، 9 صوتت ضد، ومجموعة أخرى 30 أو 35 تحفظت أو امتنعت عن التصويت، لكن وظل مجلس الأمن ساحة للجدل، وساحة جزء من نضالك بده يكون تحت سقف المجلس الأمن الدولي. لكن وإحنا بنحكي بنفكر في الممكنات المتاحة لتحقيق شيء ما في صراعنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن في طريقنا لنيل حريتنا ونيل استقلال دولة فلسطين بعاصمتها مدينة القدس، ممكن تكون في قادم الفترات الجمعية العمومية للأمم المتحدة سبيل أو غاية أو هدف عوضا عن مجلس الأمن الدولي، وبأي معنى؟ نعم هي كذلك. وأنا بدي أقول لك شيء، نعم إحنا ذهبنا لمجلس الأمن وبعدين للجمعية العامة، وسنذهب الآن قريبا إلى مجلس الأمن، وسنعود مرة أخرى للجمعية العامة، لن نمل. قبل ما نحكي حتى ما حدش يضل يقول لي احنا شو رايحين جايين بهالمسألة، احنا التالي سنطرق كل الابواب، سنتبع كل السبل من اجل قضيتنا المشروع. نعم كل السبل من اجل قضيتنا ومن اجل مواجهة هذه التحديات على المستوى السياسي، على المستوى الميداني، على كل المستويات الممكنة في هذا الموضوع. لكن كما أشرت أنت، نعم سنعود مرة أخرى، الآن أمامنا عدد كبير من الأهداف في الأمم المتحدة، سواء مجلس الأمن أو الجمعية العمومية، منها أن تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هذا ما سنصنعه الآن قريبا. سنذهب إلى مجلس الأمن، وإذا ما مشيش سنذهب إلى الجمعية العامة، سنذهب إلى الجمعية العامة أيضا بصياغة توازي في هذه الحالة قرار. القرار الجمعي العامي موازي من حيث المسوغ السياسي، سنسعى من أجل أن نأخذ قرارا تحت صيغة الاتحاد من أجل السلام، هذا يخرج بقرار يوازي قرار مجلس الأمن.
اليوم اكيد انتم في طور البحث عن فضاءات وعن ممكنات اخرى بعد ما انه اعلنتوا بشكل رسمي انه الولايات المتحده لم تعد اهلا لرعايه العمليه السياسيه، بالتالي لابد انه بدأ بالبحث عن فضاءات وعن ممكنات اخرى، بقصد روسيا، بقصد الصين، بقصد دول اخرى وازنه في العالم. واحنا كان في قبل فتره حديث عن مؤتمر دولي للسلام في روسيا ولا في دوله اخرى، وتلاشت الان تلاشت كل المسائل وخافت الصوت الذي كان ينادي بهذه المقولة الآن بعد أن باتت الولايات المتحدة خارج إطار المشهد بالنسبة لنا كفلسطينيين، وقد أعلن موقفنا أعلن السيد الرئيس الممكنات الأخرى المتاحة أمامنا. نعم، هذا ما نبحثه حقيقة الآن، لأن الأمر لا يجوز أن يبقى في حالة من الفراغ على المستوى السياسي في هذا الموضوع. لابد من مرجعية دولية بديلة عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني احنا مش هالقد هرقل، مش احنا أقصيناها، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أقصت نفسها في هذه الخطوة. نحن نعم نتباحث، نتواصل مع العديد من الدول حتى تكون هناك مرجعية دولية بديلة، من ليس من دولة واحدة إنما من مجموعة من الدول. وواضح تماما أن موقف العالم، موقف كل هذه الدول، موقف إيجابي من الحق الفلسطيني إلى درجة كبيرة للغاية، إلى الدرجة التي تعزل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الدرجة الذي لم يجد ترامب أي أحد حتى من حلفاء التقليديين يقف إلى جانبه في هذا الموضوع. وبتصير هاي تبعته، هاي شو اسمها، تبعت مندوبته في المجلس الأمن ليكي، بتصير تصدر في التهديد والخوف للدول. وأنه وبعدين شفت، تذكروا كيف لما أولاد الصف وبعدين الأستاذ بيوقف واحد يسجل أسماء الذين يشاغبون العريف الصف. نعم، الست هاي مندوبته عينت من يسجل أسماء اللي مع واللي ضد عشان يعاقب أو ما يعاقبش. لكن العالم أثبت بأنه العالم عنده كرامة ولن يخضع لهذا الابتزاز الكبير بهذا الموضوع. طب والعالم وقف معنا هذا الموقف المشرف ولطم صفع، وجه صفع لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. كنا نعتقد باجتماع عربي إسلامي، هذا الاجتماع ينتج عنه موقف موحد من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الموقف ينتهي إلى صيغة سياسية نطرحها احنا بعدين كعرب وكمسلمين، نروح على الروس ونروح على الصينيين ونروح على الدول الاخرى في العالم، نقول لهم احنا كعرب وكمسلمين كل من له حق في مدينة القدس يا عمي، هاي احنا اجتمعنا وقررنا، وهي موقفنا الواضح من الولايات المتحدة الامريكية، وهذا اجتماعنا انتهى الى هذه الصيغة السياسية. طيب قبل ما ندخل كتير بهذا الموضوع، انا بدي اقول لك شيء في نفس الموضوع في هذه المسألة. املي كبير للغاية ان لا نفترض أن ما هو مطلوب من العالم كما هو مطلوب من ذاتك أو من شقيقك، مع أن العالم تمام سبق أشقاءنا بكثير لله، يعني ما في مشكلة. بعض العالم نعم، بعض العالم سبق أشقاءنا بكثير بهذا الموضوع. العالم الآن تحكم شيء ما له علاقة بمجموعة من المصالح وغيرها من هذه المسألة، وهو معك إلى سقف ما محدد أو ضمن هامش معين. يعني رحنا على مجلس الأمن، معك في قرار تمت صياغته بالاتفاق معهم. لو كان هناك اختلاف في الصياغة، نحن في مجلس الأمن حصلنا على 14 صوت، لو كان هناك اختلاف في الصياغة ستخسر جزءا كبيرا من هؤلاء 14 صوت. العالم معك زي ما قلت انه الى يعني درجة يعني محددة بهذا الموضوع، مش شو اسمه، لكن يعني ما فيك تقول للعالم الا شكرا على هذا الموقف. هذا الموقف الجامع الضخم الكبير للغاية الذي عزل الولايات المتحدة الامريكية. العالم معك مش شرط لسقفك، يعني
ممكن تقول لي كيف ممكن نجيب العالم لسقف خطاب أبو مازن في إسطنبول؟ هذا الخطاب الذي نفخر به الرائع الذي سقفه يعني لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يطول هذا السقف في هذا في هذا الموضوع. هو مشكلتنا برضو إحنا بعضنا لم يحسن قراءة هذا الخطاب. بعضنا يعني بالتأكيد بهذا الموضوع، لكن إحنا كما اعتدنا هذه القيادة الفلسطينية، اسمع، هاي القيادة الفلسطينية والمدرسة هاي الأولى تحديدا مدرسة المؤسسين، يا عم هذا موضوع القدس موضوع جوهري في حياتهم. ياسر عرفات لو أنه تمتع بمرونة بسيطة فيما يتعلق في القدس، مرونة مش إنه يتنازع عن القدس، مرونة لانقضى الأمر يعني لانتهى، لكان ربما حتى الآن عايش. طيب أنا السؤال الأخير، مضوا 50 دقيقة بسرعة، السؤال الأخير إنه أنا خطر في بالي موضوع 14 قانون اللي الآن ومشروع تستهدف القدس جغرافيا وديموغرافيا عدا سلسلة قوانين ومشاريع عقابية تبدو وكأنها جنائية لأنه في خلفيتها استهداف أهالي مدينة القدس الذين لا تسري عليهم الأحكام العسكرية. خطر في بالي والسيد نتنياهو بيقول لك احنا حتى يعني اعترف حتى بمعزل عن ترامب احنا بالنسبة لنا القدس هي عاصمتنا وإلى آخره. تحت هذا السقف في خشية بأنه يبدأ بتمرير سياسات استراتيجية، يعني كل الوقائع التي أنشأها منذ احتلال المدينة وحتى يومنا هذا نعلم أنها يعني باطلة وإلى كل اللي بدك، صحيح أنا معك، لكن ممكن الآن أنه نتنياهو الذي يعاني مأزق كما تقول بعض الصحف الإسرائيلية وبعض الأصوات في داخل إسرائيل بفعل قضايا شبهات بالفساد وقضايا أخرى كثيرة، إنه الزلمي يقول لك بده يهرب من كل هذا الفضاء اللي آخره ويذهب باتجاه تكريس وقائع استراتيجية هذه المرة وتحت سقف إعلان ترامب. نعم علينا أن ندرك تماما بأنه يعني ما حصل خلق أجواء ربما هي مواتية لنتنياهو، أنه خلص أنه أنت دخلت في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ولا مرة ما كانتش منحازة للإسرائيليين للاحتلال، لكن أصبحت بشكل مكشوف تماما. هذا يتيح له جوا ومناخا مواتيا لأن يرتكب جرائم على كل الأصعدة، سواء فيما يتعلق في موضوع القوانين الأرض. وأنا بدي أقول لك شيء، هذا مش شيء جديد، عشان هيك مش كتير نتخوف من هالمسألة، لأنه الجو كان مواتي لنتنياهو منذ سنوات وحتى الآن. الجو كان مواتي بالمعنى التالي، الولايات المتحدة معه، الأمة العربية بدناش نرد نرجع لها الله يعينها، الأمة العربية عبر كل هذه السنوات الماضية لها أولويات أخرى لها علاقة بالاحتراب الداخلي وإلى آخره الموجود هناك. هذا كان مناخا مواتيا من أجل أن يرتكب الكثير من الجرائم، فارتكب جرائم ضد الأرض بالمصادر والبناء الاستيطاني، ضد البشر بالقتل بالحرق، دوابشة وبخضير وغيرهم بهذا الموضوع، ضد المقدسات بالقدس بهذه المسألة. والجو ربما يستمر أن يكون جوا مواتي من خلال هلا رعاية الولايات المتحدة لمخالفات. ولكن شوف كل الانتهاكات اللي بقوم فيها، لدينا شعب يعني غير، بديش أقول غير معقول، يعني نشكر الله أنه أعطى هذا الشعب هذه العزيمة والإرادة. هذا ذخرك الاستراتيجي إذا بدك. نعم لدينا شعبك هو ذخرك، قدرته على الصمود، صحيح، قدرته على المواجهة لا يمكن أن تتخيلها في كل مكان وتحديدا في القدس الأكثر استهدافا. أنا قديش صارها من 67 القدس الشرقية محتلة، لم يستطع على الإطلاق أن يغير سوى شيء بسيط في البلدة القديمة، بكل حربه جرائمه إغراءاته المادية ضغوطه على البشر تخريب الشباب كل ما إلى ذلك، المقدسيين
يقفون دائما صفا واحدا رائعا للغاية. وأنا بدي أقول لك إيش المقدسيين الآن ربما غير قبل 3-4 أشهر. المقدسيين خرجوا قبل فترة بسيطة من معركة منتصرة. زادتهم وحدة، زادتهم تفاؤلا، زادتهم تماسكا في مواجهة ذلك. بده يعمل قوانين، يعمل قوانين. هذا الشعب الفلسطيني الآن نعم ربما في الأفق لا يوجد الكثير سياسيا، نأمل أن يتم ذلك. سنشجع العالم الحر اللي وقف معانا أن يسعى من أجل تشكيل مظلة حماية لهذا الشعب الفلسطيني، لكن رغم ذلك ما قلناش مهرب ولا مفر على هاي الأرض. هذا الشعب الفلسطيني صامد، صابر، متماسك، منسجم في مواجهة هذه التحديات الكبيرة. هذا قدره. وبعدين نعم قدره مش القدر الذي نشكو منه. نحن فخورين، نحن نشكر الله أنه يعني أن وضعنا في هذا الموقع. وهذه ميزة بالضبط، لنكون سدنة للمسجد الأقصى، لنكون لندافع عن القدس، لنضحي من أجل القدس. هذه مسألة يتمناها الكثيرون. شكرا لله أنه إحنا اللي في المواجهة في هذا الموضوع. أنا أشكرك جزيلا أن شرفتني بأن كنت ضيفي في حال السياسة أخ أبو جهاد لهذا المساء. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، لنا لقاء يجمعنا في حلقة أخرى قادمة. حتى يحين ذلك لكم محبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.